مساء الخير. بمواجهة الدعوة للحرب والدمار، دعت بكل عمل من أعمالها للتعاون والسلام، ومقابل سلاح التفرقة والتطرف حملت سلاح وحيد اسمه المحبة. آمنت أن الطفولة هي مستقبل العالم، فسعت على مدى أكثر من 30 سنة أنه تزرع بقلب الأطفال قيم الحق والخير والجمال. بكل مسرحية كتبتها وضعت كمشي من إيمانها، لأنه بتعتبر أنه تطور الإنسان الحقيقي ما بيكتمل إلا بالعودة للرب. 33 عمل أو أكثر تغيرت فيهم العناوين، تغير المضمون، بس الشيء الوحيد يلي ما تغير هو إرادتها وطموحها وإصرارها على تقديم الأفضل دايماً. ضيفتنا الليلة ست جيزال هاشم زرد، أهلا وسهلا فيك. مرسي لإليك، أهلا وسهلا فيك. أول شيء، اهتمامك بمسرح الأطفال ما رح يعفيك أبداً أنه نحكي عن طفولتك. طفولتك اللي مليانة مسرحيات، إذا فينا نقول كنت كسولة بالمدرسة أنت وصغيرة. رح خبرك كل شيء، بس إذا بدك، إذا ما بدك تحكي عن طفولتك فيك تبرطليني بأصبع شوكولا. لا لا لا، بحكي الحقيقة. أساساً أنا كنت كتير حب الماما، ولما أروح على المدرسة كأنك عم تسلخيني من شيء. كنت أحلم أرجع أقعد بحضنة بس حدا شوفها قدامي. كان كتير كتير المدرسة انسلاخ بالنسبة لإلي، وحتى نفس الشيء عشت الوجع ذاته بس بعدت أولادي على المدرسة. صرت كل يوم الحقن، كل يوم الحقن، تقول لي الرهبة، أنا عامل حرفة إنه كيف عم يدرسوا عم منيح. قلت لي الرهبة حش تتعذبي، نحن ما مندوب لحدا بهودي الصفوف، ما دام زرت حش تجي. بقى هيدا الإحساس العاطفي، أنا ارتباطي بالعيلة كتير أساسي وكتير هو تحكم فيي. وحتى الماما جربت، يعني كمان ما بدي حط بس الحق هالشي، جربت كانت تتمنى تقول بس يا ريت تعرف هالبنت تمضي اسمها، ويمكن على شي 5 صيفيات تجيب لي معلمة لتعلمني جدول الضرب. ما حفظت إلا 6 × 6 = 36. بس صرت تحب المدرسة، بس صاروا يعطوكي شوكولا، صاروا يبرطلوكي بالشوكولا. مش هيك سألتك؟ هيدي أنا صغيرة، بس إنه على أكبر على أوعى أكتر. كمان كانت المدرسة حبس بالنسبة إلي بعد لهلأ. وكبرت وعملت برئاسة الكوميتي القدامى، رابطة القدامى، طلبت مني الرئيس العام إنه أحكي كلمة بين الحضور. حكت الرئيسة بالأول كلمة كتير جدية، حكى الأساتذة كلمة كتير حلوة. إجا دوري، بلشت عمين بحط اللوم، وبعدني لليوم لم أحلم إني على طبقة المدرسة بنقز وبقوم من النوم. بقى قصتي مع المدرسة، الرب بعمر السيزيام جاب واحدة تاني. بحكي الحقيقة، كنت عايشة على طول بالحلم مني على الأرض. اتذكر إنه عندي درس لازم أدرسه، لما تسأل معلمة شو عملته بالدرس. منشان هيك حضور الأهل بالسنين الأولى قديش مهم، قديه بتريح الولد، لأنه ما عنده الوعي، عنده الحلم بعالم تاني عم يحلم. أنا صار الاتكالية على نفسي والوعي من عمر السيزيام وطلوع، كلهم قالوا بدلناها جبنا حدا تاني. وقت جبرت أجريك هيدي لا عملت بالعيلة، هيدي قبل السيزيام أو بعد السيزيام بالعيلة. في جيت مرة بدي أعمل حرفة إنه موجوعة أجري ما بدي أروح على المدرسة، قالت لي مامي هي سبق بالعيلة حدا عاملها، جده، وقال له بيو قوم طيب مشي، ربط له هو غافق تاني أجر. نعم. بقى عرج على الأجر المربوطة، يعني عرف إنه عم بكذب. بقى بالعيلة كنت سمعتها قلت بل هي، وما كنت عارفة إنه رح يكمشوك ورح يجي يعمل بيك نفس الشيء. كنت أعمل حرفة إنه نايمة غافق، اسمع الماما تقول له طيب اتركوا حرام دفياني، بس اسمع دق الجرس قوم من المدرسة. قول أنا ما بقى في مجال. أنا بعدني لهلأ بحياة الطفل المدرسة أيامات، على القليل السنين الأولى ما يبعتون. أنا هلأ تيتا، أنا هلأ وبنت أولاد بنتي ما بخليها تبعتون جاردوري، وما إلي قلب أبعتون بتي جاردان لو ما هالقد عم بشدوا، لأنه بقول حرام. أي ساعة بكيهم يروحوا على المدرسة؟ طيب بعدين عملوا علم، نحن سيستم فرنسي بنتبع، بنروح بكير على المدرسة وبيحشوا الولد كتير، بينما الدراسة بتقول الألمان لا، بيفوتوا الولد مرتاح من عمر 6 سنين. بيقولوا بيعطي إنتاجية
أكثر. اللي تعلم فرنساوي بسنين شبابه أكثر بس بيتعب أسرع، اللي ارتاح بيكمل بإنتاجية دايمة أكثر واستمرارية. يعني حرام إنه، وكمان أنت بتعرفي إنه شو عم نتعلم بسنين الأولى غير هالانسلاخ من عطف اللي الأم والبي اللي ما حدا بيعوضهم. عم بيتعلموا أغاني، بيتعلموا لغات، بيتعلموا كثير أشياء. بنتي معي بعلمها التيتا، دور التيتا هون قد ايه حلو، قد ايه حلو التيتا تعرف دورها هالايام وتاخد عن جد تعطي هيدا الوقت للولاد وتعلم هي الاغاني وتعلم مش كله الصلاة. مش كلهم مثلك سجل، مش كلهم جبال هاشم زرد. هي امنيتي يعني انه متعلمين المسرح لاحفادك بالبيت؟ بنتي صغيره السنه عمرها هي سنه ونص، كنا بلشت تاخد دور لتشوف الولد قد ايه بتعطيه، قد ايه بياخد، قد ايه بيشرب. بلشت هي هلا صلنا شهرين عم نتمرن، هي عم بتحط من حالها، عم تفاجئنا. شوفي قد ايه الواحد تعطيه ثقه الطفل وبيحفظ من قبل 3 سنين. نعم. حتى رح نحكي عن المسرح مطولا اكيد بسياق. نعم. الحلقه، ولكن بدي اسالك قبل، مش شاطره بالمات، جابوا لك استاذ ماشي الحال، قلت شعر وقت طلبوا منك بلجنه الاهل قلت شعر مهضوم، شاطره باللغات؟ ليكي بالحقيقه انا وقت كانوا يعملوا القراءه مرة واحدة كان في شابرون روج والقصة عملتها بإلقى لأول مرة بحطوا لي نيشان، أنا كنت سعيدة كتير ما بحياتي حاصلة على نيشان. بقى بتغسلي عادة المريول وتاني جمعة بترديه بتقولي هيدا النيشان ترجع تستحقيه مرة تانية. أنا قلت لهم، كنت عطول لأن عارفة ما رح أخذ غيره، قل لهم أنه بالغسيل والنيشان معه، يقولوا لي أوكي. بس كانت استمر عندك؟ استمر المعلمة، كانت لأنه على الديسيبلين تحسني عم حاول وصفا، بعدين قلعنا. يعني أنا سألتك عن اللغات لحتى أسألك تفسري لي كلمة. نعم. ما كنت عم بعرف فسرها بولا قاموس. شو هي؟ دوكساسي. شو يعني دوكساسي؟ يعني يا مون ديو، هيدي صرخت المعلمة إنه هالقد طلمسة ما في مش إيشها، قد إيه مرق عليها تلميذ ما مرق هيك يعني شيبتها. الله يطول بعمره إذا عم تسمعنا، عزبتها كتير. بس هلأ بقلها لهلأ بعدني ما بعرف الأرقام وبكره حاسب وبكره شيء اسمه أرقام ومصاري. يعني مع أنه الحساب كتير مهم، هو بناء المنطق والذكاء وكل شيء، بس قدرت عوضه بشي تاني. ما عليه. إدوار ومادلين هاشم هن بيك وأمك، شو عطشوا لجيزال حتى جيزال على كبر قدرت عطيت هالقد للطفولة؟ إدوار الهاشم حبيب قلبي، بيي بدنية الحق، والماما اللي طول بعمرها، هود اثنين عطيوني كنز ما بينشرى بالمصاري، عطيوني عاطفة حنين، عطيوني معنى العيلة، عطيوني الطمأنينة بالطفولة، عطيوني خلوني أحلم ولو ما منهم ما حلمت عكبير. لهلأ بعدني بحلم أنا، يعني هلأ الطفل عم بيخليني أحلم. أنا حلمي يعني كان إنه شوف عمل، وكنت كمان كتير حب أحكي على الميكرو لقلك الإنسان أوقات كل شيء بيحلم فيه ربنا بيحقق له إياه. أنا كان كل همي إنه أنا طل وقف على الميكرو وأحكي العالم، كان أنا حلمي أعمل بالأول أحلم أعمل محامية وأتخيل إنه الناس أنا عم بخطب والناس عم تسمعني. الحرب منعت هالشي لأنه الجامعة اللي بدي روح عليها المنطقة مش آمنة، حطوني بعتوني على منطقة، عملت قدرت سوسيولوجي بوقتها. نعم صحيح. بعدين لما صار في مجال الحرب ورديت عليها بخلق جو الفرح للطفل، وكان همي ما بدي أكذب أنه أنا طل كمان ومقدمة عمل بحجة العمل، أنا بدي طل. ما حدا شجعك من أخواتك، بس حدا منهم كان مشكلجي مثليك؟ مش انه عامل مشاكل افتري، لا. انا كل عمري فاجئهم يقولوا جيزال الناعمه اخذ حق الضعيف، انا على طول اخذ حق الضعيف. يعني اذا وصلت على الملعب لقيت جروب جارر تلميذ، انا دغري من دون ما اسال اوقف مع هذا التلميذ عكسهم. وانا ما عملت مشكل الا لا اخذ حق، هيك بقول لك الحقيقه. مشان هيك راسي مرفوع دايما، هي نعمة من عند الرب. أكيد راسك مرفوع وأمك نحن كمان شفناها وكتير راسها مرفوعة فيك مثل ما كلنا. رح نسمع سوا شو قالت ومنرجع منتابع ست ودول. لما قلت لها طبقتها ما بدها تجي، ما بدها تطل، قلت لها قولي، بعدين لما قبلت خفت، قلت لها ليكي ماما
تحكي الحقيقة ما بتنزليني من قفة. حكيت الحقيقة المشاكل وهالاشياء كلها ان شاء الله ما تكون زادتها. لا هلا بتشوفيها، هلا بنسمع سوا. جيزيل كانت طفولتها كتير حلوة وكانت هنية كتير، بس كانت تكره المدرسة هي وصغيرة. جيزيل حنونة كتير وكريمة ومحبة، حتى مرة بيعسمك طالع على الطريق شفته تعبان وقفت له بالسيارة وطلعته معه. بعدين لما طلعت مسلمان قلت لها ليكي مش الكلام انه تطلعي ميس وهيدا، بدلك لطيفة ومهذبة مع العالم. كان عمرها 17 سنة، كان ما كانش قدمت المتلام بعد. مش بدي خبرك عنها، بتعبد الولاد عبادي بحبهم كتير. ولا امهم ما بتعرف فيهم قد ما بتعرف فيهم جيزيل. مرة رحت جيزيل كمان ما بتحب الطبخ بالبيت، خيتها بيطبخوا بيبعتوا لها. سافرت انا على امريكا، انا وصيتهم فيها اوعى تتركوها. سافرت على امريكا تلفنت لي قالت لي ماما، قلت لها شو بك؟ قالت لي قولي لهم مش عم بيبعتوا لي طبخ. يا الله بالنسبه لجيزيل حنونه كثير مثل والدتك، بس ما قدرت ابدا تعلمت منها الطبخ. ليك الطبخات، الطبخ شغله كثير مهمه وحلو كثير انه تطبخي، بس ما عندي وقت بين المسرح وبين الكتابه وبين ما عندي وقت. شو بتعملوا يعني بالادوار؟ بعمل الاشياء البسيطه، الاشياء البسيطه. هلا صرت مع الاولاد لان قاعده بالبيت، رجعت مع احفادك يعني. الله يطول بعمرها، هي مثلا بيوصوها ماما بدنا لحمه للكبه لنقول، بتجيب له، بنكون قاعدين كلنا، بتعطيهم كل واحد كيس كبه، انا بتعطيني الصينيه مثلا خالصه. الله يطول بعمرها يا رب. حتى اولادك ما تعلموا الطبخ يعني؟ انا بعرف ما يلا قالت لها انا مثل امي كمان ما تعلمت الطبخ. ايه مزبوط، هيدا الشيء ناقص يعني. اوقات بعترف بعترف هيدا ناقص حرام، بس الله يطول بعمرها، رب يصير يعدل لانه بيبقى راضي عنك، لانه اللي عم تعمليه مطرح تاني يمكن بهلا بوقته له معنى. الرب بصير يعدل. حطت لامي جناح الله يطول بعمرها. ماريلين ومايلا وعمر هن ولادك. نعم. وزوجك اكيد توني ما بدنا ننسيه، كلكم سوا ربيتوا بالمسرح. بفهم انا انه ماريلين مخرجه، مايلا هي بتدير كل اعمالك، بس البش مهندس عمر كبرني هو كمان بيعمل الديكور وحتى بيلحن الاغاني. صح، قدرتي كلهم سوا جمعتيهم بالمسرح، كبرتوا وربيتوا بالمسرح. ليك تاثروا الاولاد يعني. ماريلين عملت اخراج، اول شغله حققتها كانت مسرحيه شايفتها هي قبل، وهالقد انغرمت فيها وعيشتها. اذا بتطلعي بعيونها بتلاقيها واسعين وكبار، كانت تطلع باندهاش وتضل هون تحضرها كذا مره. لما كبرت حققت هيدا الحلم وهي أخرجت هيدا العمل بروحها الحلوة وبأفكارها الرائعة الجديدة وبحلمها. أنا هون بدي أوقف، بدي يتسألوا الناس ليش هالصبية الحلوة لابسة برنسس. بدي أقول إنه الطفولة بترفقنا. وكان حلمك إنك تلبسي تكوني برنسس بوقت من الاوقات، هيدا حلم الطفوله. اكيد بقى تمنيت عليك اليوم تقبلي لبسك هالفستان، هيدا شرف لإلي. وانا اكيد هيك البرنسس على طول بتعطي هدايا، وان شاء الله هديتنا تكون الحلقه بمضمون المحبه للكل يا رب. اكيد ست جيزيل، العائله يلي اشتغلتوا سوا بالمسرح لوجودها حدك هي يلي اذا بدك حققت النجاح اكبر. هيك بالحقيقة أنا تربيت هيدي من ورا بي، أخذتها، أعطاني عاطفة وأعطاني إنه كون الرجل، كنت أنا ورقة بيضة لإله في يكتب عليها شو ما بده. بده ياني أقعد بالبيت، كنت قعدت، بس ما كنت قعدت ما عملت شيء، كنت يمكن قلبته من فوق لتحت. يعني أنا مرة بدي أعمل شيء، بس وين بتحطيني بدي أعمل؟ بتحطيني بالحرش بدي أزرع، بدي أعمل، بتحطيني بالمسرح بدي أشتغل. بس البابا كان انه المراه بيتها، هيك انا ربيت بهالعيله، وهيدي نعمه لانه بتعطي الاولويه للعيله اول شيء. هلا ثاقب زوجي توني زر، شاف عندي شغله بحب اكتب، بحب اعمل شيء. وكنا بالحرب كانوا كلهم يقعدوا يلعبوا ورق،
هو يقول لي بليز اكتبي، يعني هيدا الاندفاع وآمن فيي. وهو أول ما جينا من نتكل على حالنا ما فرشنا البيت، كان معنا بيجي صغير، عمل لي مسرحية معمر المسرح كمان، أنه أخذت أنت بيجي إليك تصرفي وين ما بدك، هو راهن علي. عرفتي؟ قلت له ماما كنت أنت عملتي هالشيء؟ قال لا بكل صراحة. إخواتي قالوا لي شو مفكرة حالك الرحباني؟ وأكيد الإنسان بيتعلم، أنا الطفل علمني مش أنا اخترعت له. بالأول كنت أنا أمسك الميكرو وكل الحكي إلي، تعلمت أتخلى هيدا الدور أعطيه للطفل، اتراجع اتراجع اتراجع، صار العمل المهم، وأنا صرت ورا الكواليس لسنين عديدة. رجع الرب بيضوي عليك، بيضوي من خلال عملك، لأنه بيلاقي من ثمارهم تعرفونهم يعني، وأنا هاي الشيء بيشرفني صار هلأ. ست جيزيل عم تحكي كتير عن الرب وعن إيمانك، طليتي كمان عبر تيلي لوميير، كنت مقدمة برنامج، هاي نعمة والصدفة. إيمانك خليك إنك تقدمي بتيلي لوميير، أو لأنه مثل ما قلت من شوي إنه بتحبك أنت؟ لا لا أبداً أبداً، هيدي نعمة من الرب. وشوفي كيف مرة كان في حوار عن الأديان، أنا ما عرفت حوار شيء، بعرف إنه يسوع خلق بمغارة أكثر منك ما بعرف. نعم. رحت حزينة ما بعرف شو بيقول، حتى رحت وقفت قدام صورته، مع إنه بالبيت تبرم البيت، بكل بيت له صورة هو أمه. قلت له سوري ما عرفت دافع عن ابنك، وهو قلت له إذا بدك دافع عنك علمني، مع أنه أنا بنت رهبات. صارت صلاتي هيدي، يوحنا المعمدان إجا على راسي، قلت له خليني أكون جريئة مثلك، أعطيني الجرأة، قول الحق، علمني، كون صديقي. بعد شهر ونص من هيدي الصلاة بدقلي الأخ نور، أنا تلفزيوناتي كتيرة، هلأ عم نحكي على شاشة التلفزيون، طلبت مني أعمل بروغرامات للأطفال، منهم الله يوجه له الخير أولهم سيمو أسمر، يعني ما بدي سميه أنه محطيت كتير، بس لأنه اسمه بفتخر فيه من المؤسسين الكبار، بوجه له تحية كمان اليوم. أنا كنت أعطي الأولوية للعائلة، مش أنه أرفض، بالعكس. أنا كمان اسم بحب حيي، رندا الظاهري اللي طلبت مني مرة، وهي يمكن حسبتني زنطرة، بس أنا بعترف اليوم أنا كنت أعتبر حالي بوقتها مني خرج طل، هي اعتبرت مني اني مزنطرة، انا ما كان عندي ثقة بعد اني طل على التي في، انا انخلق لي اشياء بس كنت خايف، كنت بعدني ملبوكي بالعائلة والولاد والمسرح، وحس انه ميت بطيخة ما اقدر عليها، بس ما لي قلب قول لا قول بعدين. الاخ نور كمان طالب مني وقول له بعدين نفس الشيء. لنهار من ورا هاي الصلاة شهر ونص وعرفت وين الرب رايدني، قال لي يا بنتي بتخدميني خدمة ساعة جمعة الجاي؟ أنا على التليفون قلت له علي قدرني، سكر، قال لي مرسي. أنا قلت شو بده؟ يا بده تياب للإعداد، يا بده يساعد أو شي ضيف مكعور على ضيف. بيرجع بيقلي بدقلي بيقلي أختي نسيت قلك عن المرأة، عن المرأة مرسي، وبسكر. لو خليني جاوبه قلت لا كمان، لأن ما كان عندي ثقة بنفسي ولا عندي الادعاء أنه أنا قادرة أعطي. أنا خفت، وهون طلعت بالعذراء قلت لها ما دام على المرأة ليش مش عنك؟ وتذكرت أنطوان قصفاني اللي بحييه، يلي عطيني كان بالليجيونير وعطيني صورة العذراء من نحن وبالمدرسة. دقيت له قلت له القصة هيك هيك هيك، إذا بدك تحكي عن العذراء وبعدك بالليجيونير معنا ساعة، وإلا خليني أعتذر منه، كنت أخرت عليه ربع ساعة. هو ضيفك يعني كان؟ قال لي أوعك تعتذري، قبلت التحدي وأنا معك. أول حلقة أنا حامل العذراء مخبية وراها، وقلت له حكيه، لا عندي الجرأة ولا عندي الإكسبرينس ولا عندي شيء. والرب راد 5 سنين، هلأ بدافع عنه وما بحكي غير عنه. ست جيزيل كنا عم نحكي نحن عن الدعم وعن طفولة، وأخذنا الحديث لحتى نحكي عن الصلاة وعن تيلي لوميير. زوجك توني دعمك كتير، قديش مهم دعم الزوج لإلك؟ طبيعي، لأنه إذا ما في أول شيء، أنا كنت قايلة أنه إرضاء الزوج يعني والعائلة هي الأولوية، بس إذا هو هيدا الشيء بفرحه، كنت كمان جرب كون على المستوى الثقة اللي عطاني إياها. هو دفعني وشجعني، وإذا أي تقصير بالبيت بالعكس ما يحكي عنه، هيدا الشيء كتير بيأثر كمان. حتى وقت اللي عمل عليك ديك هيدي قصة كتير مهضومة. ديك الدجاجة كانت عم تقول نص، عم بتعاتب بالديك إنه ليش كل الدجاجات بالإنه هو لوحده، وليش انه هي بتحلم كمان لو دجاجة بتحلم بالوفا، بتحلم بالاخلاص، بتحلم بالعلاقه بين اثنين، هيك بدها هي. بقى بفوت على يديك
فجأة ما كان في ديك بالمسرحية لا هو لبس ديك وفات عليك وقت العالم ما عادت تعرف لا هو كمان بالمسرح بده كمان يعطي كلمته كان بقى ما زبطت معه حلمنا بالمسرح انه كلمة دجاجة الماشي عمر شي مرة لبس شي عمر من هو صغير كان مضطر لانه ابني انا سبت احد بالشغل بالمسرح وكان حسيت انظلمته يعني انه قدي بدي احضر المسرحية الف مرة انا قلت بدي اعطيه شي بدي شغله عملت له بدلة قلت له أنت بتشتغل معي وبتقبض قال لي أوكي صرت حط له في مرة قبضت لمسلين وقف هيك زعلان قلت له أنا شو بيك قال لي ما حدا قبضني كان يجمعون كمان لتعرفي يجمعون قل له أوكي حبيبي ما بحب المصاري بإيدين الولد أنا أخده على السوق شو عايز يشتري من مصريات اللي هو صمده وكبر أنا بحب أحكيها هيدي لأنه مرة كمان بيو ليعلمه قال له بابا أنا تدينت منك معك مصاري أنت بتذكر بشي 100 دولار يمكن 200 دولار وجبت فيها مكنة بوشار بتحب رد لك المصريات ولا بتحب أعطيك مكنة البوشار نقص صبي قال له ليه قال له أنت ما بدك إذا بدك فيك تجرب إذا ربحتك مكنة البوشار فيك تخليها لإلك فيها تطلع لك هي المصاري وهو توني كان عم بيدربه أنه مسؤولية العمل صح لانه اول مره انبسط الصبي طلع له مصاري قال له لا ما بدي المصريات بدي علبه البوشار ثاني مره قال له بابا بس ما جبت الاغراض قال له لا الشغل بدك تلاحقه من الكيس من البوشار من السمنه اعطيه المسؤوليه انا قدرته وقتها فهمت لوين توني ليش عم اقول لك بيدفش لقدام يعني بيعلمك من الباص شو لازم تعملي نعم هلا حضرتك عم تحكي عن ابنك عمر بتحب تسمعي عمر شو قال عنك يلا وبنسمع سوا انا درست اركتكتور بس مش هندسه مش هندسه ديكور بس من ورا المسرح ستيب باي ستيب فت على هذا المجال هلا المسرح كثير اثر فينا وديسيجن تبع امي انه تعمل مسرح اثرت على البيت كله بس يربى الولد باطار مسرح وكله بوزيتيف وبيربي للولد حتى هيك الثقه بالنفس والجراه وفي شغله كمان مهضومه امي فوتتني على الشغل بكير يعني انا صحيح جيت مؤخر وعندي ثلاث أمات يعني عندي أختي مايلا وأختي ماريلين وجيزال كلهم بس ما غنجوني كتير بالعكس تكلوا علي وتعلمنا الشغل عبكير عملنا مثل اتفاقية أنا وأمي أنه كل مسرحية بياخد خارجية فمن أنا وصغير تعلمت قيمة المصاري يعني ما بفت مدخول لعندي غير أنه بدي أشتغل من وراه هلأ أمي كانت كتير تستعين فينا بالمسرح بالقصص بس بدها تاخد تتأكد أنه القصة يعني ماشي أو ما بتزهق أو بتحرك الولد تجي تسألنا أنا ومايلا ومارلين على طول تاخد رأينا أمي شخص صحيح في فرق عمر أنه عادة الشاب ما بيقعد مع أمه كتير بس هي كإنسان عندها شيء سبيشل أنه ما فيك تزهق منها كإنسان كتير بتحب تقعد معها حيلا عمر كان إذا صار أي غلط إيه بتقول دغري يعني ما في أنه بتخبي أو بتستر عن شيء لا ما في البروفيشناليزم بالشغل كتير شغلة أساسية ومنتعلم من هيدا الشيء هلا في شغلة حلوة بأمي هيدا الشغلة كتير مثل برايفت يعني بس انه عندها شيء سبيشل بكاركتيرها مش موجود عند كل الناس عندها بوزيتيف انرجي على طول بس تقعدي معها على طول ترتاحي اذا انت تعبانه على طول تريحك ما في مش بس اذا طلعتي بوجهها تحسي هيك البركه والرواق اللي عندها اياه دغري بينقل لعندك فهيدا الشيء مش موجود عند مين ما كان هيدا بيخلق مع الواحد بليز مام تعلمي طبخ أطيب عن جد أشطر طبخة أمي زابطة فيها هي عروس اللبنة خبز سخن وعروس لبنة مع خيار أطيب شيء والله خليك عليها مام ما تغيري يقبرني هيدا كتير بيقسمني بحبه كتير لأنه عن جد مثل هيك زغطور البيت جوكر بالعائلة عنده ثلاث أمات مزبوط مارلين وميلا الله يقبروني كتر خير الله هاي النعمة هاي النعمة الله يخلي لك اياهم كلهم عملتي له اليوم ترويقه قبل ما تجي وغديتيه عروس لبنة مش الحال على فكره اللبنة اصح شيء واللبنة بتغذي اللبنة شو بعرف ست جيزال فزت بلقب ملكة جمال للأطفال بعمر 6 سنين وأيضا رجعت فزتي كمان بملكة جمال بعمر المراهقة وبملكة جمال سنة 74 الحرب وقفت بوجه طموحك بهالمجال أو أنت قررتي تروحي لمسرح الأطفال؟
أنا صراحة فتت بهودي المباريات مش بقرار مني أبداً. وقت عمي وأمي وأساساً عطيوني دواء هالليلتها لأنه أنا كنت عم ببكي دايماً، عطيوني دواء متكلمان لروق، وأنا حسبت سهرة وبتخلص. تاني نهار اهتمام المدرسة واهتمام الصحفية والبيت، ما كنت مهيئة محضرة. كان في رغبة أمي اللي كانت تشوفني كتير مهمة بوقتها، بس أنا هالشي حملني مسؤولية، لأن أنا بعرف حالي قدام المراية مني كاملة، وهالشي زعلني إنه الناس ينظروا لي بس من برا. كنت حابة يقول إنه أنا بطبعي بحب العالم، بحب العالم، ما بحب تنتقدني بس تتوقف على برا، بحب تشوف اللي جوا. في اشتغلت من جوا لو كنت اشتغلت على اللي جوا كمان. ونشكر الله يعني، بس أنا كتير بحترم وبحيي كل اللي بفوتوا بهالدومين لأنه مسؤولية. على كل حال ست جيزال، طلعت 3 مرات ملكة جمال من برا، ولكن اليوم سنة 2015 أصرت طالعة يمكن شي 30 مرة ملكة جمال من برا ومن جوا. الله يخليكي، مرسي. نحن رح نتوقف للحظات قليلة مع الأعلين ونرجع منتابع سوا ست الدنيا. عودة لمتابعة ست الدنيا ودايما مع ضيفتي المميزة الست جيزال هاشم زرد. أهلا وسهلا فيك عن جديد. ست جيزال، حكيتي ببداية اللقاء عن أنه كيف بلشتي بالعمل المسرحي بالملجأ مع الولاد والأطفال. أول عمل مسرحي لإلي كان من 30 سنة تقريبا، وحركة بركة. هل بعده لليوم عمل مسرح الأطفال هو حركة بركة؟ أكيد، هي نعمة الرب أنه واحد يستمر، وتخيل يكون عملك لقاء فرح مع الآخرين بنسي التعب كله. لأقول ما ضحيت بلا ضحيت له. أنا لا صيفت ولا رحت على بحور، بس بنفس الوقت هاي النعمة تجيك الفكرة. أنا في مرة قلت بدي وقف، وبصراحة كنت بكنيسة ملياس، وكنت بدي وقف على أني كنت زعلانة من شغلي، بدي وقف. قلت خلص مسرح ما بدي. أنا وعم صلي بلش تاني قداس، وانا فتحت عيوني يعني مثل وعيت انه بلش تاني قداس بين القداس الاول والثاني، قصة براسي ما بدي غير روح اكتبها من الالف للياء. سميتها فكرة معناتها كاملة. عرفتي؟ وبعدين هلا انا ما بنكر بوقت من الاوقات بيكتفي الانسان، لانه بيقول سافا انه صار لازم ارتاح، لقيتي دورك وحتركتي بصمه. بس في ولادي يلي هن عن جد جوانح، انا مش عم قولهم هن عن جد يلي خلوني كمل لهلا، وبنعمه الرب الافكار ما دام بعدها موجوده. وهلا بعد عندي كمان كم فكره، وفي مسرحيه للكبار انكتبت بطريقه عن جد نعمه، بتحمل كثير من الحب، كثير من الوفا، كثير من الصدق، كثير بتخاطب العاطفه. قريتها قدام شاب بكى، قريتها قدام عمر متفاوت 60 كمان بكيت. هالقد بتخاطبنا. بإذن الله هيدي نعمة من الرب، حيث رح تنعمل كمان. طيب ست جيزال، التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية ما بتعتقدي هن إنه بيلهوا الأطفال عن المسرح؟ هلا أكيد بينسرقوا منا، عم ينسرقوا الأولاد من المسرح، بس ما في شيء، إذا بتسألي مزبوط، ما في شيء بيعطي جمال هالعلاقة المباشرة بين الحضور والممثل. نعم. فرح للممثل مثل ما هو فرح للطفل للمتلقي يعني. وخصوصا اذا كان مع رفقاته او مع اهله. بتحرصي انك توصلي رساله للاهل والاطفال سواء، او لا بهمك الطفل توصلي رساله للطفل بس؟ لا بهمني، بحسب حساب وجود الاهل الكبار كمان، عشان هيك بحمل الكلمه. اوقات فيني اعمل مره اوقات دخول تنقول موسيقى، وفيني أعمل موسيقى مع كلام يكون الكلام للكبير. وبيهمني كمان الولد إذا حب الأغنية بس يكبر كمان يفوت على معناها، مثل ما نحن حبينا أغاني صباح وفيروز وبس وعينا صرنا نفهم معناهن، كنا نرددهم هيك. أنا هيك بعتبر الولد، الولد بحترمه، بحكي ككبير ما بحكي كولد، منشان هيك بكتب عادي عادي عادي. بس اوقات يعني مثل ما بغنج بنت بنتي بالبيت بتطلعك مني كلام مهضوم اوقات للطفل هيك. بس تكتبي راي مين بتاخذي؟
مثل ما قال عمر كنت سمعهم القصص لشوف ما يقولوا لي مامي كملي لنا، كون انا ما كملت. مثلا مره كان فاتوا على المغاره وخبرتها للماما نحن عم نمشي، بدي اقول لماما حايسه، بتقلي ماما شو صار بالقصه، قلت لها ماما بعدهم بالمغاره بعد ما طلعوا. انت مش عارفه ما لقيت السبب، بعد ما لقيت كيف بدي طلعهم. بقى كنت لما كنت يقولوا لي ماما بليز قعدي نحن بنعمل، انت كملي القصه لتخبرينا اياها، لاقي اني على الطريق الصح وكمل. حلو، بعدك لهلا عم تخبريهم كل انا بحب هالقصص، بحب القصص اللي بخلونا نحلم، بحب قصص البرنسيسي اللي انت اللي شيء مش منتظر، هول خلوني ضيعوني 7-8 سنين. هلا بنتي اخذتني ماريلين المخرجه، اخذتني شوي على الواقع، على المودرن، على على الجيل الجديد، على الكمبيوتر، على الكاستنج، على هالاشياء ماشي معها، لانه بقول انا وقتية تقول رأيها يعني. نعم. هلا انا بشتغل معها مش هي بتشتغل معي. حلو. ماريلين وقتها نحن جينا لعندكم على المسرح لحتى نشوف ولادك ما كانت هون، كانت مسافره، هلا هي موجوده معنا، موجوده لتحيه، تحضر مشرفه. اوكي لكن حكينا مع مايلا، تحب تسمعي شو قالوا؟ ايه بتمنى. ميرسي. يلا بنشوف سوا. صراحة كتير فكرت شو بدي أقول عن مام، بس الشيء الهين اللي من قلبي ما بدي مثل هيدا النهار، جيزال حدا كله قلب، ما بعرف يعني كل شيء بتسخره وكل شيء عملته بحياتها لإلنا، ومن هيك يمكن ثلاثتنا نحن الإخوة، مارلين مش معنا اليوم كانت حابة تكون، شو ما بنعمل بس لنجرب نكفيها بشي صغير. عايشة ظروف الحرب مثل كل أميات لبنان اللي بعمرها، حدا كتير تعب، بتعرفي تكوني حبلة ومعك ولد مسكتي على تاني إيد وهربانة من ملجأ لملجأ، قدرت هي والوالد ويمكن هن تكفية بعضهم لصارة جيزال هون، يعيشونا كل مراحل الصعبة بهالفرح، ونحن كل مرحلة عم نوصلها الفضل لقلهم فيها. يعني مراحل الحرب كل الولاد بتذكرها مرحلة عاطلة، أنا من أحلى مراحل حياتي لأنه كنا بالملاجئ لتسعدنا، أنا بتذكر كنت عم فكر كيف بدي أكون برنسيس بعد يومين وكيف بدي ألبس فستاني وشو بدي حط على الفستان وشو بدي سمع وإذا عم بعرف أقول مزبوط، يعني شالت كل شيء نيجاتيف، ويمكن هيدا البوزيتيفيزم اللي عطيتنا إياه، يعني الإيجابيات علمتنا نفرح بكل لحظة. حدا كتير بيآمن جيزال، إيمانها هو اللي أنا بقول، يعني بس قول جيزال يعني كل يعني حضرتك عم تستضيفيها كستار، بس أنا بلاقي فيها جيزال الكوتير روحاني كتير قوي عندها، يعني أول شيء حملتنا إياه رسالة، بشرفكن ما تكونوا بس حلوين وواجهة، بليز تغزوا من جوا، بليز إنه ربنا النعم اللي بده يعطيكن إياها تجربوا تساعدوا فيها العالم، مش لقلكن النعم اللي ربنا عطينا إياها. هيدا كل ما عم نكبر عم نفهم أكتر، وأنا كنت حب هالقد لأمي، بس جاني ولد يعني مثل ما يقولوا بتفهمي قيمة كل لحظة، كيف ما بتعيط علينا هالقد، يعني كتير قليل المراحل اللي أكلناها عيطة، كتير مثل كل أم بتعصب وبتصرخ وكل شيء، بس عاطفتها كتير قوية وكل شيء بتاخده يا بمسرحية يا بضحكه، يعني عندها أسلوب كتير هين مع الولاد، والبرهان أنه أنا عندي ولدين مش حاسة فيهم. ما بدي أسرق بهيدا النهار، بس أحلى هدية معقولة أحصل عليها بحياتي أنه أنت تكوني أمي. بحبك. هيك بدك تصوريهم هودي على التلفزيون؟ لا لا يا قبروني، هو حياتي. نشكر العذراء، الله يحمي كل الاولاد. ست جيزال، حضرتك اذا فينا نقول وهبتي حياتك كلها لمسرح الطفل، قصرتي شي مره مع حياه اطفالك؟ قصرت لا، لانه انا نقيت يكونوا حدي، يكونوا معي، يعني هن يجوا من المدرسه يدرسوا انا عم بكتب حدهم، هن يكونوا بالمدرسة أنا العرض قبل الظهر، بعد الظهر هن معي مثل ما قلت إنه يتسلوا الجو، حتى كانت ثيرابي للناس تانيين، في ناس هي ذكرتها كتير بس بعدني بقولها، راحت عند أطبة شافت ستة انقتلت قدامها بالحرب بقذيفة فقدت الحكي،
لما اجت لعنا وصارت تحلم بدوره وشو بدها تلبس وهيك رجع للنطق يعني شيء يعني شغله نفسيه كان ايه هيدا الشيء جمعنا كمان المسرح بيجمع وهيدا النكهه الحلوه فيه وما قلنا قلب يعني تعيب كثير بياخذ كثير من الوقت هلا ظلمتهم ايه حملتهم مسؤوليه ما يلا تقبرني عم تتعب كثير ميرلين بتقضي نوي بلانش مبسوطين بس ايه بس انه في تعب يعني التعب اللي كنت اتعبه وحده مقسم على ثلاثه بس بمجهود اكثر لانه صار بروفيشنال بينطلب منهم اكثر بيتحاكموا اكثر انا كنت اتعلم بالولاد يعني نعطي لبعضنا يعطوني اعطيهم في مره كنت ادعيهم على طول ببلاش في مرة حبيت أشوف إذا عن جد هن حابين يجوا إذا في طلب ولا أنا بس بدي أقول لهم تعوا عملت بطاقة رمزية ومقابل البطاقة ما كانوا عارفين كنت حاطة كادويات بس مش مخبرة على الكادويات كنت أعمل تيست إذا هن حابين يجوا خلصوا البطاقات اضطريت أعمل حفلة تاني شو حلو منشان هيك قلت عن جد الولد بعطش بوقتها وحبيت واستمريت بفضل نعمة الرب ومرة كمان شي خبرية عن الشترومف عملتوا شمسية السنافر وقت دعيتوا كثير اولاد وما كنتوا متوقعين هالقد عدد يجوا صار يفوتوا من محل ويظهروا من محل صار في نوع من انه يعني مثل تعرف فلان اللي ما قلتوا لي لاولادي وانا خلص العدد وين شو بدي احطهم ادوار ما بقى فيني طيب يلا بدك تعملي حطيها عم نعملها سنفوره اشتغلتها بالاوضه عندي الشمسيه وصلتها للارض ووصلت الفتحه للكواليس صار صارت مدخل يعني هن يدهروا يقولوا الناس قديش ما مجمعين تحت هالشمسيه ما عادوا يخلصوا الاولاد يدهروا وبيناتهم اليوم بشوفهم حكماء وبالمحامين واساتذه كلهم دهروا من وراء هالخيمه سنافر ولا في مطران كمان اخذ دور بالزمانات سكرتي هيدي كنا بعزا وكلها جو حزن وفايت ابونا هيك فايت وقفنا له احتراما عم نسلم عليه جبسني نقست انا انه ما عرفته قال لي ما عرفتيني قلت له انا لا قال لي كنت مثل معك انا وصغير قلت له عن جد انا مبسوطه هيك شو كان دورك صرصور قال لي الصرصور بقى ضحكوا كلهم هيك في اشياء مكافاه بالحياه يعني هو مكافآت بالنسبه لإلي يلي بتزرعيه عن جد بتلاقيه بعدين الولد بيعني لي كثير انا الولد لازم يعني الولد ملاك من عند الرب يعني بعده هو انت حسب شو بتعامليه بيكون نهار حلو اما لا مش قادر ليدافع بيقول ليش حبيتيني بيفرح وليش هيدا عم يأذيني ما بيعرف يعني انا بس لاقي هلا الوجع بتبقي حزينة كتير انه ليه يعني انا الولاد حميوني بكتابة القصة حميتني خلتني احلم هل بظهر من القصة بلاقي سيناريو طيب. اللي عم يكتبها الواقع ليه عم بيكون هالقد قاسي ومشوه للإنسان وبيخوف هالقد ليه يعني وين الله اللي فيه هالقد الشر صار متملك على عقولنا وأفكارنا ست جيزال أحفادك حكيت كمان ما يلا عن أحفادك اللي هني هلأ أغلبية الوقت معك وحفيدتك هي البطلة عمرها سنة ونص كيف بتقدر تمثل بطلة بهالعمر؟ والمسرحية اسمها بيبي مريم كيف قدرت علمتيها توقف على المسرح وتأدي دورها؟ أول شيء الفضل لماريلين المخرجة اللي هي قالت هاي الفكرة إلها أنا عم قلك بالحق بس لأنه عمرها سنة ونص في أحرف بتقولون لأن مسجلة سجلت إشياء وعارفة حالها عم سجل صرنا ننطرها مثلا بعد شهر علمها هالكلمة تقولها إلا شو بدك بعد هلا علمتها والهضامه انه علمتيها بالعربي عندك فيرسيون فرنساوي بدك تقولي الوي صعبه بتقولها اوي ولا اهضم من هيك ولا اهضم من هيك ميرلين تعطينا وقت لعلمها اياها يومين ثلاثه على ما سمعها ترددها تتجي تقولها باستوديو كل شيء مسجل بصوتها نعم هلا نيه صارت بعمر بلشنا سنه ونص صارت بعمر سنه وثمان اشهر هلا هي بتلاقي شو عم يعملوا بدها تعمل مثلهم بتجيب بتقول انا فيني اجيب يعني بتسال امها انه فيها تحمل مثل ما هن عم يحملوا وتعمل مثلهم هي عم يجيها انيشيتيف هي تخترع شيء وتعمله ست جيزال حكينا عن مايلا وحكينا عن اولادها وعن ماريلين وعن عمر بضل في مين؟ سهر
اكيد معقول نحكي عن كل العائله سهرات اثنينهم نعم انا في ويليام كان مسافر سهرك الثاني مع مدامته نعم كانوا مسافرين مارينين. بس ويليام له حصه بقلبي خاصه كانه ابني عمر بشاره اجى من ورا مشان هيك حكيت يعني عم بتعرف على بشاره وعم بحبه وعم بحترمه وعم بشكر ربنا على سهرات اثنينهم الحمد لله كان بشاره بس ويليام وان شاء الله بتحبي تسمعي شو قال بنسمع سوا ميرسي جزاها شمزارد حماتي فعلا هلا اوكي الحما بنعرف انه شيء نيجاتيف خاصه بالنكد بمجتمعنا انه هلا هي مش هالقد نكون صريحين على بالي يعني انه نسيت النكد كلها صراحه نكد الحماوات نسيتهم هلا بتذكر كم وحده بس الاكثريه نسيتهم بس لا هي فعلا جزال هي بعتبرها انتي بيوتيك يعني انتي ستريس مثلا اذا في ستريس حدا عنده ستريس يقعد شوي معها كانه انتي ترابلز يعني في مشاكل في خناقات عندها هيك عندها موهبه تفضل مشاكل من دون وجابها انتي ديبريشن ديبرسيون ما ديبرسيون دغري بتطلع بمشاريع كرياتيف 100 فكره بيجيها فهي يعني حما بالنسبه لي لا انتي بيوتيك يعني الطبخ مش اولويه الطبخ في اولويات ثانيه غير الطبخ يعني واحد وقته ساعتين طبخها تعمل فيها شيء اهم من طبخ بركي ف في كتير مطاعم طيبة بعدين يعني إنه في دليفري كمان في بالعائلة الناس بيطبخوا منيح فخلي حدا ما يطبخ طبعا يعمل شيء أهم من طبخ حبيبتي يعطيك العافية ما كتير بنشوفك لأنه عطول مشغولة فخدي نهار بالجمعة فرصة نشوفك فيه أكثر شو موضوع ست جزال هلا كل المشاهدين اللي عم بيشوفونا حييجوا يقعدوا معك أنا ما قاطي بيوتيك لكل شيء اسمه عليك يعني ليك ايه لانه اذا حدا معصب بيجي بيقعد معك اذا حدا سخن بيجي بيقعد معك شو حلو لما انت تتكلي على ربك ايه عندك هالاستسلام بتصيري بعدين انا كل المشاكل الارضيه كل يوم في مشكل انا بقول بختصرها هيك باغنيه للولد عندي عادي دايم دوم بنام وبصحى من النوم بسال ربي بكل محبه شو برنامجنا لليوم يعني في شيء لنحله نسعى لنحله ولو ما قدرنا نسعى الإيجابية بتوصلك لإيجابية أكثر كل شيء بينحل بالنهاية الرب قال ما تخافوا لا شو بتلبسوا ولا شو بتاكلوا أنا مأمن للعصفور صح. أنا بحبكم أكثر بيبقى أنه الصحة بس الصحة حتى إذا بنفكر ومع يسوع أكثر وأكثر ما بيعود في خوف لأنه إلى أين إلى جواب حتى أي مسرح أصعب مسرح الأطفال أو مسرح الكبار ليكي نشكر الله الجدية ذاتها والتحضير ذاته عدد الممثلين بالأطفال أقل بكتير من عدد الممثلين بالكبار وكل ما زادوا الناس زادت مشاكلهم أكتر زادت الكواليس كبر أكتر هيدي الصعوبة الوحدة إنه يكون جروب منسجم برات جوات الكواليس ليقدر يعطي المضمون الحلو أما النص بنفس الترتيب هلأ الإداء تكاليف يمكن بتصير فدات ما بعرف كيف الاسعار هالايام عم بتصير انه تكلفه اكثر شيء طبيعي بس كمضمون وكجديه انا عندي واحد لانه مسرح الطفل عم قدمه للكبار كمان عملتي مسرحيه بالزمانيات اللي هي غدت الكاميليا هي نعم. المسرحيه الوحيده للكبار نعم. وهلا من شوي قلتي لنا انا في مسرحيه ان شاء الله في واحده ثانيه للكبار عم تعمليها انعم علي فيها لانه كتبتها مثل عم يعمل املاء بينما غدت الكاميليا هي إذا بدنا نقول رواية من تأليف الأديب الفرنسي ألكسندر توماس الإبن وحولتيها لعمل مسرح مزبوط. لبناني يعني لبنانتيها ما خفت أنه تفقد شوي من مضمونة؟ لقلك شو أنا جيرال عبيديسيا ما كنت قريته الكتاب إجا بدي يقلي قلت له لا ما تخبرني القصة ما تخليني أتأثر قلي المراحل الكبيرة وخليني أنا عبي بيناتها أوكي. يعني قلي في مرة بتغلط بتصير ضحية بالأخير ومرأة بتمرق بيكون في حبيبة وبتتجوز حدا تاني وبعدين بتندم وأنا عبيت الباقي منشان هيك ما طلع شي بيشبهها بس حبيت الضحية أنا دايما عندي وقت كلنا منغلط أخدتها بهاي المنظار لما بتغلطي أنا ما بدي أحكم عليك بالسوق لأنه يمكن حكمتك الظروف وغلطتي بس لما يصير لك فرصة تصلحي بتستقتلي لتصلحي هيك بتكون الضحية تكون ضحية غلطة لأن هي مش قادرة لما بتشوف خلاص
بتزت حالها يعني حتى بتضحي بحالها. هيدي الضحية أنا كتبت بها المضمون من شانك أثرت بالعالم وبكتهم. في مسرحية لإليك بتقول لو بيحكي البحر، لو بيحكي البحر شو كان قال؟ كان قال إنه بليز حش تكبوا علي، حش ما تعملوني مرمى نفايات. بوقتها كنت أنا قارية، يعني أنا قصصي طالعة من الواقع، كنت قارية بمجلة أجنبية قبل ما يعلنوا عنا لأنه كانوا مخبيينا، كانوا نفايات برميل الزبالة اللي رفضتهم العالم كلها كبون عنا ببحرنا، وبرميل الزبالة اللي هلأ أنا بحب أتوجه من خلال تيلي ليبان إنه كمان إذا كان في أمراض هلأ نيه عم بتصير عم ناكل هالبلا ضمير هو بيعرف حاله يلي أخذ البراميل وخبون عنا بلبنان ورا صفقة مالية ليعملوا ملاوين، بس هو كمان بده ياكل من نفس التربة وبده يشرب من نفس الهواء. نحن بنسأل عن الأمراض، نسأل عن المسؤولين عنا شو عم يعملوا فينا، شو عم يخربوا بالأرض، يلي النفايات يلي زيوت السموم يلي رفضتها العالم كلها هن اشتروها قبضوا مصاري ليتمروها عنا. شو بدك تقولي عن مسؤولين هيك؟ في الله قاشع، هن تمروا بالسر بس في الله قاشع. بس هالأمراض كلها عم تدفع ثمن الناس، كل الناس ضحايا، ليش بده يتكاثر هالقد بلبنان بس مرض الكانسير؟ ليش؟ صحيح. على كل حال جيزال بكل مسرحياتك بتحكي عن البيئة، دايما في زاوية البيئة من الإيمان بتحكي عن هي خطية اللي عملوها. خطية خطية مميتة، نحن فينا نسامحهم بس هن يعترفوا بخطأهم ويتوبوا ويجربوا يعملوا شيء أحسن يعوضوا. في تعويض للتوبة في آخرة، في إلى أين؟ ما عندهم ضمير؟ يعني في الوقت عم يمرق، كل شيء موقت هون. صحيح إنه الوقت عم يمرق لأنه الوقت معك كمان بيخلص بسرعة، ما خلصنا بعد، بس في عنا بريك أخير وبنرجع منتابع سوا ست الدنيا. ما من مساحة تفرقنا لنجعل المسافات العامة تجمعنا فنلتقي بمجتمع واحد. هيدا الجملة مش لألي، هيدا الجملة لإليك. استعرتها من بيانك الانتخابي تقريبا بسنة 2005 إذا ما غلطانة. ليش ما نجحتي ست جيزال هاشم زارد بالانتخابات النيابية؟ أنا بالنسبة إلي نجحت، أنا أساسا مش هدفي، يعني مثل اختبار الجمال اختبار السياسي كان، كان هي بالحقيقة مثل يعني ما بدي فوت فيه موضوع كتير طويل بس بدي اختصر لأنه كان القرار عطول مش للناس، حاولنا نرده للناس. مش لأنك امرأة؟ نو مش لأني امرأة وأنا بالغلط كنت هون، لأنه صار في كان في مرشح وإجائي عايز أنه بتنسحب وكانوا عم يشتغلوا له، الشباب زعلوا أنه شو هيدا تعا وروح مثل شطرنج يعني حجار الديمة، أنت زيح أنت قرب أنت هيك. حبوا يضلوا بقرارهم وقالوا من أن ناخد حدا يعرفوا العالم، لقوني إلي. أنا كنت بوقتها يعني مثل ما قلنا أنه أنا بوثق بجوزي، صار شيء ما بدي أعلنه هلأ لأنه المهم فت فيها هيدي الانتخابات وكانت مرحلة 10 أيام بس أنا بال10 أيام على NBN بالليل، نحن على التلفزيون هلأ عم نحكي قدام العالم كله، كان أخذت 6000 صوت ب10 أيام. أنا كانوا يحطوا الصورة يروحوا الأولاد يقشوا ويخدوه على البيت بوستر على البيت بالأول، بس صح. أنا صراحة في كنت عم بروح قالوا لنا خلينا نتعرف عليها، في مرة رحت على نادي مش بيت، بيت يكون هيك ارتاح معه احكي بس نادي انا الهم انه مش محضره شو 10 أيام، انا جريده ما بقرا اسامي كل النواب ما بعرفهم، ما بق يعني ما عندي فكره غير بعرف انه العمل يعني الصالح انه شو عم يعملوا للبلد بطريقه معينه، هيك المشاريع الكبيره انجرو يعني بقريها، غير هيك ما عندي المام حتى بالسياسه. لقيت حالي انه نزلت ما في حدا بالنادي. كنت كتير مرتاحة أنه ما في حدا لأنه كان إجري عم بسكه شو بدي أنزل أعمل أنا، قلت خيي مش قابضيني جد ما في حدا، يعني همه راح. أنا بنزل من العربية بتتعبى الكراسي كلها، 250 كرسي تعبت بضيعة، قلبي وقف. قعدت عملت حرفة، قلت مثل ولد صغار قلت لهم سوري ما فيني أحكي صوتي واطي ما في ميكرو، قال كلنا سمع، حطوني قدام الحقيقة. قلت أنا ما بدها بدي أحكي، قلت لهم أنا كل الحرب على الأرض، أنا عم بشتغل بالحرب،
أولادي ربيوا بالملجأ، كبرناهم بالملجأ، مشينا بين الأزايف، بعدني يعني على الأرض أنا مرة بشتغل، كبرنا وكبروا أولادي صاروا كمان بعده نفس المصير. أنا هلأ عم بحكي كأم، من أم إلي أحكي، ما خفت على حيلي بس مبلا بخيف على أولادي، ومن هالمنبر بالذات إلنا دور نحن كأمهات. مش محضرة؟ لا لا، كلهم مش محضرة. أنا قلت لك العذراء مرة طلعت فيها لأنه فيها ضغط كان، قلت لها يا مريم أنت عارفة كيف أنا هون، شيليني راسي مرفوع، نمت وقمت ما بدي أنسحب بقى، هيدي قصة بينعمل حلقة لوحدها. نمت وقمت إنسانة تاني مستعدة للمواجهة، وتعطيني الكلام اللي بدي أقوله، الكلام اللي عم بلفظه اسمعه أنا والزلمة اللي عم يسمعني بنفس الوقت. أنا ما كنت مستعدة أبداً، وأنا أخذت 6000 صوت، ولهلأ بحس راسي مرفوع، لأنه تاني نهار الله يرحم شاكر أبو سليمان، نحن بلبنان معليه بس بحب ضوي على الغلط لأنه شو عم يعملوا العالم، زوروا أخذوا مني 3000 وعطيهم لإنسان ما كان ربح، ربح كان رابح شاكر أبو سليمان، خسر وصار معه بالقلب وتوفى. أنا بصلي له عطول لشاكر أبو سليمان، والله يسامح اللي بيزعبر عطول. رح ترجعي تكرري لتشجيب الزيتة؟ لا لا لا، لأن هيدا منه قد هدفي أبدا. ممكن تقدر تغيري إذا رجعتي، إذا فكتي على المجلس. أنا لآخر دي وين بحطني ليكي سور إيمانويل، من عمر 60 سنة رح حتى حد زبالة وعملت رسالة العالم كله عم يحكي عنها. أنا حاطة حالي حياتي بإيدين الرب، وين بده ياني يكون أنا حاضرة. شو حلو. شو الحلم يلي بعد ما حققتي وبتحلمي إنك تحققي؟ حلمي هلأ عائلتي ولادي شوفهم منيح عم بيحققوا هن أحلامهم، هيدا حلمي. حلمي شوف المسلم والمسيحي مثل ما هن خلون يعيشوا مثل ما هن بيحبوا بعض مظبوط، هن بيدافعوا عن بعض مظبوط. أنا اختبرتها بشغلي هون، عشرتهم ناس رائعين، خوفونا من بعضنا، كله كذب، الحرب كذب، حرب انفرضت علينا. حلمي تخلص الحرب بالعالم كله، حلمي الطفل اللي عم بيلاقي سكين قدامه عم حلمي هالدواعش يوعوا، حلمي الإنسان ما يخاف من خيو الإنسان. لمين بتقدمي بطاقة اعتذار؟ اعتذار إذا شي مرة كنت تعبانة وحدا طلب مني شي وأنا كنت قادرة أعمله وما عملته بعتذر منه. لمين بتقولي شكراً؟ للبابا وللماما ولولادي هلأ لصوريتي اثنين. بس في واحد قال بعدني شوي حما بالنسبة له. مليام يعني. أصعب موقف مريتي فيه شو هو؟ وفاة أختي وبيي الله يرحمون. مين مثلك الأعلى؟ يسوع. من شو بتخافي؟ ما بخاف من شيء معه. ما بقى تخافي من شيء طالما هو موجود؟ ما بتخافي من شيء؟ ما لا لا، هالقد إيماني قوي الحمد لله، ما في خوف من شيء. شو حلو هالكلام ست جيزال يلي معه بنختم حلقة ست الدنيا لليلة. فعلا كانت حلقة حلوة كتير ومميزة، ومثل ما كتار قالوا عن جد، أو مثل ما صهرك قال عن جد أنتيبيوتيك. في كلمة أخيرة بتحب تضيفيها قبل ما ننهي؟ أنا بشكر عائلتي كلها، الماما الله يطول بعمرك، ماريلين حبيبة قلبي، ويليام الله يخلي ليك، بشارة، مايلا، عمر حبيب قلبي، كلهم الله يخلي أولاد العالم والعائلة اللبنانية كلها يا رب، هي تكون مجموعة وهي مثل ما قال بابا تكون رسالة للعالم كله، يرجع عالم كله رسالة. ومثل ما قال في رجال أخذ بري نوبل لأنه قال العالم ضيعة صارت، هيك لازم نفكر نحنا، العالم كله نقوده بالمحبة. وحلمي بعد في حلم، توقف صناعة الأسلحة. السلاح الوحيد هو المحبة والإيمان أيضا. مع هالكلمات الحلوة أنا بودعكن على أمل ألتقي فيكن الأسبوع اللي جاي بنفس الموعد. كل شخص ما قدر يحضر هالحلقة أو حلقات سابقة من ست الدنيا بيقدر يفوت على الإنترنت www.teleliban.com/. وبتحضروا ست الدنيا. تصبحوا على ألف خير.